خلي لي بالك يمي، المشاكل اللي تصير ويا الأخوة بهاي الفترة بالجو البارد، مشاكل الخمول ومشاكل ضعف الجناح، يعني تحس ان الطيور مالها واهس للمطيار، تحس ان الطيور جناحينهم هطلة، احنا نقول عليه ذاب بجناحه بالقاع. اخي العزيز، كل اللي اريده من عندك انه هاي الخلطة مرتين بالاسبوع تنطيها، خلطة بسيطة وما راح تكلفك واستخدامها كلش بسيط. الخلطة عبارة عن كزبرة مطحونة من العشاب اللي قريب عليك. تجيب الكزبرة بلف دينار، تخلي جدر صغير على النار، تخلي بيه 1 لتر او 2 لتر او 3 لتر حسب اللي انت تريده على النار. على كل لتر تضيف لي 5 خواشيق صغار من الكزبرة، ركز، على كل لتر 5 خواشيق صغار من الكزبرة. تشغل النار، تخليها تغلي وتغطيها لحد ما تشوفها بدأت تقلب، بعدين تطفي النار وتخليها تبرد. تريد تنطي حسب الطيور اللي عندك، مثلا عندك 1 او 2 او 3، تنطيهن مباشر 2 cc بالحلق قبل الاكل، او تريد تنطي البقية الحمام على شكل وقاية. هاي الخلطة تركز لي عليها، مرتين تستخدمها بالاسبوع ومفيدة كلش لبقية الامراض.